صباح الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. صباحكم فل وياسمين ورضا من رب العالمين. النهارده ان شاء الله هنعمل سويس رول سهل جدا وبسيط جدا، وانسي انه يتكسر معاكي تاني. تعالوا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف احنا عملناه ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله. انا جبت 3 بيضات، وطبعا زي ما احنا عارفين ان البيض لازم يكون بحراره المطبخ، ما ينفعش اجيبه من الثلاجه واعمل بيه كيك. النهارده هنعمل الكيك بتاعنا، هنعمله بسبونش جاهز. اول مره نشتغل بالسبونش الجاهز، على طول بنعمله بالدقيق العادي، والمره دي بقى قلنا نجرب السبونش الجاهز. حطيت 3 بيضات، حطيت ربع كيلو سبونش، بس انا كنت عايز اعمله بشوكولاته، والسبونش اللي كان عندي فانيليا، فزودت له معلقه كاكاو خام، وعشان زودت معلقه كاكاو خام زودت له معلقتين ميه معايا. الميه دي بتبقى ميه من الحنفيه عاديه جدا. وللربع سبونج حطيت له ربع كوبايه ميه، يبقى انا حطيت ربع كوبايه ميه ومعلقتين كمان زياده عليها، وحطيت معلقه كبيره محسن جل، وضربت في الخليط لمده 10 دقائق لحد ما بقى كريمي معايا زي ما انتم شايفين كده، واتضاعف حجمه زي ما انتم شايفين. الخليط جميل قد ايه. هنشوف بقى هنصبه في ايه. انا معايا صاج 30 في 40، بديله رشة زيت، وبجيب منديل وبمسح الصاج كويس خاصة من الجوانب علشان الكيك ما يلزقش فيها. وبعد كده بجيب ورقة من ورق الخبز. ورق الخبز ده بيبقى جميل جدا، احسن كمان من ورق الزبدة وارخص منه بكتير. بتجيبيه من المحل اللي بيبيع الاكياس والاوراق والمنتجات الورقية كلها، بيبقى رخيص جدا. لو جبت ب10 جنيه ممكن يقعد معاكي سنة بحالها، بيقعد فترة كبيرة جدا. وبعد كده خدت الخليط بتاع الكيك بتاعي ورحت ماسكاه فرداه في الصاج. تفرديه في الصاج كده على قد ما تقدري، وبعد كده تديله خبطتين عشان لو في اي فقاعات هواء تخرج من الصاج وما تبوظش الكيك بعد كده. وما تقلقيش لو الوش مش متساوي، هو اول ما يدخل الفرن كله هيسيح على بعضه وهيتساوى يبقى زي الفل. دخلته على درجة حرارة 200، خد مني بتاع 14 دقيقة بالظبط كده، وخرجته. اول ما خرجته من الفرن رحت مغطياه، لازم تغطيه عشان ما ينشفش، وبعد كده سبته لمده دقيقه واحده، ما تعوقيش عليه عشان برضو ما ينشفش منك. ورحت ماسكاه قلبه على وشه، وشلت ورقه الزبده اللي في الظهر. وورقه الزبده الاولانيه دي هتاخد القشره اللي على وش الكيك وهتلزق فيها وتطلع منها. دي بتبقى طبقه ملزقه، الطبقه الملزقه دي لو حطيتي عليها كريمه هتفصل بين الكيك وبين الكريمه، فما ينفعش تسيبيها لاي كيك، لازم تقشريها من على الوش. احنا هناخد بقى السويس رول بتاعنا دلوقتي نحطه في التلاجة كده لما يهدى. بعد كده بقى نعمل لها الكريمة. انا معايا اقل من ربع كوباية سكر خشن، سكر من اللي بنحطه للشاي العادي بتاعنا، او ما يعادل كده معلقتين سكر كبار، او على حسب التحلية اللي انت بتحبيها. بعد كده هضربه في كوباية مية متلجة، لازم المية تكون متلجة جدا، وياريتش يكون فيها قطع من التلج كمان. وبعد ما ضربناه ضربتين رحنا حاطين عليه نص كوباية كريمة ومعلقة لبن بودر. لا، معلقة اللبن البودر دي بتخلي الكريمة بتاعتي غنية وماسكة نفسها كويس وجميلة جدا. بعد كده جبنا السويس رول بعد ما ارتاح شوية في التلاجة عشان يتطبع بالشكل بتاعه ده، وخدناه بعد كده بشويش واحدة واحدة كده، وبدأنا نحشيه بالكريمة اللي معانا واحدة واحدة كده وعلى مهلك عشان ما يتكسرش معاكي. وبعد كده لو عندك اي حشوة حابة تحطيها في السويس رول بتاعك حطيها، لو عندك نوتيلا عايزة تحطيها، عندك جناش عايزة تحطيه، زي ما انت عايزة، مكسرات، اي حاجة عايزة تحشيها في السويس رول براحتك خالص. وبعد ما حشيناه كريمة بقى بشويش كده برضو وبنرجعه تاني زي ما كان، هو هيلف معاكي على طول لانه هو خلاص خد على التطبيقة دي، لان احنا مطبقينها له وهو لسه سخن، فهو خلاص خد على الشكل ده وهيلف معاكي على طول. انت بقى بتشدي بالورقة كده وهي الورقة بتلف معاكي، وبعد كده تضغطي عليه بقى، بعد ما بتلفيه بتضغطي عليه عشان يمسك في بعضه. وبعد كده بقى بتدخليه في الفريزر وتسيبيه، على قد ما بتسيبيه على قد ما بيطلع مظبوط معاكي، يعني سيبيه ساعتين تلاتة، ممكن تبيتيه في الفريزر عشان يطلع مظبوط معاكي. انا خليته بقى ساعتين معايا في الفريزر كده ورحت مخرجه. وبمنتهى البساطة جبت سباتيولا كده ورحت جايبة الكريمة ورحت فرداها عليه، وجبت معلقة بقى صغيرة وفضلت اعمل عليه زي ما انت شايفة كده. دي بتديني زي نقشات على السويس رول، ما بتحتاجيش لتزيين ولا اي حاجة. كده بقى هجيب شوية كاكاو محلى واروح رش على وشه بمصفة بسيطة كده، هديله رشة كاكاو محلى زي ما انت شايفة كده،
بعد كده بقطع الطروف اللي هي من الناحيتين، لان دي اساسا بتبقى ملخبطه شويه. طبعا بناكلها عادي ما فيهاش اي مشكله. وبعد كده بنقطع بقى السويس رول بتاعنا زي ما انت شايفه كده، وبحطه في ورق كب كيك عشان لو حد جه يمسك الكيكه ولا حاجه يعرف يمسكها بكل سهوله. بعد كده بنقطع باقي الكيك بتاعنا او باقي السويس رول بتاعنا زي ما انت شايفه الكيك جميل قد ايه، وسهل وبسيط ومش محتاج اي حاجه. وطبعا زي ما احنا عارفين ان انا ببقى مسخنة الفرن قبل ما بدخل فيه الكيك عشان الكيك يدخل على درجة حرارة مناسبة للكيك، واول الكيك ما بيستوي معايا بسيبه في الفرن بتاع دقيقتين تلاتة كده، ما بخرجوش للهواء على طول عشان برضو الكيك ما يهبطش معايا. وبعد كده بخرجه من الفرن وبروح مغطياه عشان يهدأ وما ينشفش برضو معايا، خاصة السويس رول لانه طبعا بيبقى رقيق وممكن ينشف معايا بسهولة. وطبعا بلفه على طول وهو سخن عشان لو برد مش هيلف معايا وهيتكسر مني. ودي اهم خطوة للسويس رول عشان يلف معاكي على طول ويطلع معاكي مظبوط ان شاء الله. وطبعا احنا جبنا بقى باقي الكريمة اللي معانا وعملنا روزيتات كده للسويس رول بتاعنا، وحطينا عليه اللهم صل على النبي، حطينا عليه كريز. انت طبعا ممكن تحطي اي حاجة موجودة عندك، وزي ما انت شايفة تزيين بسيط ومحتاجش لاي حاجة، منتهى البساطة زي النيل. لو عجبك الفيديو ان شاء الله ما تنسيش تدخلي قناتي سمسمة وبندق في المطبخ، اكلات اقتصادية حلو حاجه على قد الايد، تعملي لنا اشتراك وتعملي لنا لايك. وبالهنا والشفا، صباحكم فل.